أتعلم في مدرستي مع زملائي بشكل دؤوب، ننجز أعمالنا ولا نؤجلها، عداؤون نحو المعالي بنفوس يملأها الأمل، لا نعرف إلا التفاؤل، نؤمن أننا جزء من هذا الوطن، فنجتهد لنقوم بمسؤوليتنا نحوه، عطاؤنا له بلا حد، ليظل متسنما ذروة المجد والسؤدد. قال الله تعالى: وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. قال الله تعالى: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. المؤمن الحق يؤدي ما افترضه الله عليه، فؤاده عامر بالحب لإخوانه، وعطاؤه ممدود لكل محتاج. يؤلف الخبر ومبتدأه جملة اسمية: من أخذ كتابا يقرأه وأتمه فقد ذهب ظمأه.